Asociación Transmitana. Gabalayam, tuka yuwaza akazip, saldo president katalu, kal huraz muta karbino, darab Dr. John, tukhatfu, hu asa fi ahad min al-mustashfiyat fi Addis Ababa, radio tani kal huwa wada Romania, umasho madina, وقال غراز بتاع جون ضرب كاربينو وقال اسا ويليام نيون ما عرب يعود بشاكل الفصوصة عشان نولي يكون رئيس وفي زمن هما نقول على كاذيب ده انا بأقول لكم نحن حايين تماما الناس يشتتوا عشان هم بقى يبروا يقول كذب قال وقد قتلوا دكتور جون وقتلوا كاربينو وويليام وعرب صادوا في سوسة قال الجيش كله شتتوا في زمن ده هم نعمل تشويش للراديو بتاع اس بي ال اي بقى في واحد اسمه تومسون طول ولا اسمه تومسون طول وفي ثاني اسمه بلبل بقى يتكلم في راديو بتاعنا ذاته المعالج فيه راديو بتاعنا ده يا بقى يتكلم بلبل ده كان عريف في فاير بتاليون كان عريف كان عنده اثنين شريك جلدناه هنا في بوما عشان سرق حاجات بتاع ناس بقى ماشي جرجر هناك ماشي خرطوم بقى يشتم في اس بي ال في المحل بتاع راديو بتاعنا ذاته عدوى داون تومسون طول كان في شيل 2 سقط امتحان جاب 7% فنحن قلنا يكرر الفصل ومن كان معه كم 83 82 اخرين وهو 83 وكان خايد له علامات بتاع رايد وخايد علامات بتاع نقيب قال كان هو جلى في رايد ما بجلى في النقيب عشان احنا قلنا الناس سقطوا في السيرتون يحيد الفصل واذا نجحوا في السيرتون يلعبون للدفاع بتوم وده كلام ده عملناه وعمل كل زول لكن في موضوع بتاع وظيفة بتاع السودان الجديد وقال لازم يكون رائد او مقدم ويكون رائد بتاع بلدي في اوكان الصلاة بتوم وكان كل زول يجي يفلس كثير زاد من عشان يكون مقدم او رائد او نقيب ويكون قائد في منطقه معينه هذا زول كل زول ذا دوله حيجي وقت من الاوقات ذاته الرسل بداه عن الغيب عشان ما عندهم شغل السودان عندهم شغل السودان القديم كان انت عقيد معايا بتاعك كذا بالنسبه للرسل بتاعك لكن في اس بي ال المايه بتاعك ده كونتريبيوشن ده شغل بتاعك ما في حاجه تاني انت عريس انت شاوي انت وكيل عريس انت ملازم وانت بيعمل شغل بتاعك ده معي بتاعك وانت اللي بيعمل شغل بتاعك ده انت يا بمشي قدام انت اللي ما بيعمل شغل بتاعك ده انت عاوز تكون مقدم عند وين ابن خرطوم
التوجيه المعنوي بتاع العدو. فهذه الحاجات اكاذيب البحاثة. الموضوع بتاع راديو ده بتاع التسويق كل حاجة عنده طريق بتاع الحل. العدو هنا صادق المهدي بيقول القروش كل شيء، القروش ما كل شيء. ومن بيعجر عشان يعمل تسويق لريدو بتاعنا. عمل محطة خاص من ومباري نحن فتحنا راديو تاني. كان بيكون في موجة 31 متر. يا أم قال الناس بلبل وناس طول وكل المعارضين في الخرطوم بيتكلم فوقه. ونحن هنستمر في 31 ده وبرضه فتحنا جديد في 25. أنا شفت عند مرتلاتة ثاني. وساهم نعمل تزويج نفس هنا هنفتح تاني نفسها نمر ثلاثة نمر أربعة نمر خمسة على كانوا من سنين تزويج ده. على قوة في خرطوم على حكومة في خرطوم خايف من شنو؟ ليه بيعمل تشويش لراديو اس تي ال اي؟ خايفين من شنو؟ ومن بيقول اكاذيب يا تو؟ ما تخلي راديو اس تي ال اي يكون فاتح واذا عندهم عندهم حق اذا عندهم عندهم حاجه اسمه النصيح كلمة انا اكلم في راديو بتوم جمع جنب اس تي ال اي عشان شعب السودان يسمع لكل الاثنين راديو يسمع كلام بتاع صادق المهدي ويسمع كلام بتاع اس بي ال اي. لا يسقطوا راديو اس بي ال اي عشان شعب السودان ما يسمع الحق. ليه؟ بيعمل تشويش للراديو بتاع دول خايف من الحق. نحن ما خايفين من الحق. نحن ممكن نعمل تشويش للراديو مرمان علينا القدره. ما دام موضوع انت تعمل ستيشن بتاعك تعمل ستيشن اكبر من ستيشن ده وتتكلم في نفس الموجه ونحن ممكن نعمل الكلام ده. نحن عندنا قدره عشان ندرب جيوش. عندنا قدره عشان نعمل تشويش للراديو مرمان. لكن شعب السودان ذنبهم شنو؟ ما يسمع راديو درمان يسمع راديو اس بي ال اي كمان. نحن حنزيد الساعات بتاع راديو اس بي ال اي مو يكون ثلاثة ساعات بس، نحن حنزيد يكون 12 ساعة. بالكامل في حققه. نحن ما بقيت في نص الا كان حداك بتاعنا كله في حققه. معنى الكلام ده بالواضح معناه ما في حاجة اسمه اديس ابابا 2 اديس ابابا اجريمنت فيلر. ما في اديس ابابا. Thank you.
كل مؤسسات بتاع حكومة، نحن بيفتح كل مؤسسات بتاع حكومة ونحن في النضال. يعني نريد الأشياء ليه؟ إذا عاوزين نفتح حتى جامعة درجة جامعة، نحن بنفتح جامعة ونحن ماشيين. نحن بنفتح مدارس. في ناس منتظرين حاجاتين، في ناس ثانيين منتظرين عشان اسقي عليه كرب. انا عاوز نحكي لكم اسقي عليه ما بكرب. في ناس ثانيين منتظرين عشان يعملوا اتفاقيه عشان الناس تمشي ياخذ وظائف في السودان القديم. انا عاوز نحكي لكم انه حيكون ما في اتفاقيه، ما في وظائف في السودان القديم. نحن ما بخش السودان القديم. تدربوا إني وإنتم هتخصصوا وإنتم هتشيلوا سلاح وإنتم هتمشي تعمل نضال. إنتم زعفي يا أبو كونوا حكومة، ما في ناس بيجيوا من برا. وكل ناس اسئله هيعمل اتفاقيه قريبه، وزي ما حصلت يا نانوان هم بنلقانا هنا هنا جوا، وبعدين نحن بنشيل وظائف، نحن بكون وزراء، نحن بمشي كليه حربيه، نحن بكون ضباط البوليس. ده كلام فارغ. نحن ماشيين يا هو حكومه ذاته، ما في حكومه ثانيه. كويسين، في ناس كانوا كويسين في المدن، ناس ممكن يعمل كونتريبيوشن كويس، ناس ممكن يجي يساعدنا هنا، لكن ناس خطوهم بكلهم اقعد شويه. في فوق ادام، في دكتور جون مقابل بكلم مع صادق المعدي، هيكون في ناشونال كونستيتيوشنال كونفرنس، هيكون في مؤتمر دستوري، هيكون في اتفاقية قريبة. انت ما تدعي نفسك اقول معنى هني، وكان قاعدة معنى هني، انت القائل معنى ده، انت يا رب وديك اعتبار خاص. الكلام ده ما بيحاصل اطلاقا. ده كلام فارغ. بيكتب في النص وكله بناضله. نحن هنفتح مدرسه كبيره لكل دول عشان يلقى مجال بدو في السودان الجديد. ونحن بيعتمد على الناس اللي بناضلوا معنا ده، مش على الناس ما عايشين في الجامعات. الناس اللي بيقولوا هم الموظفين ده هم من وين؟ هم من بلد وين انا ده؟ وانا كله من القرى. واحد بمشي 12 سنه في المدرسه، 16 سنه في المدرسه، ما انا ممكن نعمله؟ هسه وعي اذا زول فيكم هسه 20 سنه 30 سنه بعد 12 سنه وثوره حقق الاهداف بتاعها وماشي
شغال في ثورة وماشي المدرسة بعد 12 سنة عمره 20 سنة بعد هو بيكون 32 سنة مش بيكون ثلاث سنوات الأولى بيكون ثلاثة وهيستمر على كار الجامعة ونحن ما في حكومة تاني خمسة بيعملوا بعدين كلام ده يقود بعيد من راس بتاع الناس في الحركة وفي راس بتاع الناس الجوة هناك نحن ماشيين كحركة وكحكومة الاثنين واحد وكلام ده بيحصل زي ده فزول منتظر هناك قال منتظر STL عشان يجي هو قابل بنتظر ساكت عشان STL ما بيجي STL خلاص جا هو هناك وننا في السودان هنجي ده وين عشان تعمل تدريب بس تسمع كلام بتاع تعلمين بتاعكم تسمع كل شيء الجبولات عشان كلام ده مهم ده يعصبك انت جيت انا بعرف في ناس جايين عشان يشيل السلاح ساكت كلام ده حصل من قبل كده وهيستمر يحصل عشان هي وجعجة بتاع التغيير بتاع السودان انا بعرف في ناس جايين لكن اغلبيه الناس في الاخر حيكون فوار ما في زول بيجي من المراحة ومن المدرسة ومن شغله ثوري لا الحركة يا هو بيعمل الناس فوار ونحن بيستمر نتبنى بتاع الناس اسمع كلام بيقول لك تمام عشان تكون عندك كفاح مسلح عشان ده يعصبك انت جيت هنا عشان تمشي تحقق اهداف بتاعك في الميدان نحن إذا عاوزين 100,000 جندي نحن بنجيبه وبنجيب السلاح نحن إذا عاوزين مليون نحن بنجيبه عشان السودان لازم يتغير والطريقة الوحيدة اللي غيره ده بالنضال المسلحة وبالجيش كبير فعصا انتم 10,000 وراكم معلمتم قمتوا فوقه وصل خلاص 7,000 وفي عندنا معسكر جديد تاني فيه أكثر من 5,000 أسد وزيادة بيجي وزيادة بيجي ونحن بدربه وبدربه وبدربه نحن بنملى السودان ده بالجيش كله إذا نحن كنا في خرطوم كان عملها وانت جيلين ده بالليل ودي انت جروس كتير ودي انت مريسة كتير ولك كالانفاري كتير لكن أصلا نحن مع السلاح ده زول يجي لنا كي عشان يقول لنا قال يا دكتور جون انا عاوز من جيزيس ويا جروس هو بخاف اول من سلاح وكان يولي لك نحن واقفين كده هو بيشوف سلاح اول وكلام جاء معه ده بيشوف ورا شويه يوم ده
امبارح في اديس ابابا وكالسابق الماضي جاء لنا وقال انا عاوز اتكلم مع الدكتور جون بس انا ما عاوز زول ثاني. اقول حق ياو كلام ده ياو كلام ده زاد واعوذ بي وانا لكن ثمن بتاعكم ثمن بتاعكم على انا غالي خالص كلام ده ما ممكن يحاسب عشان عندنا سلاح الظروف الكان بيو فوق الناس بقى ما في بقى عدو قبل من عزه في خرطوم بين الناس ما عندهم وزن بلع بقروشهم ساكت في فلان طبعا تعبانين في سياسيين قدهم تعبانين في خرطوم ما لاقين ياكلوا وبقول نحن بمثل الجنوب ما في زول بمثل الجنوب وما تكلمت اي مثل انت مثل نفسك بسلاح ما في تمثيل ثاني انا زعلت ما انا ما بمثل الجنوب بمثل جنوب قوة هل بمثل نوبة قوة هل بمثل بيجة قوة كل المناطق المتخلفة هل بمثل قوة ما شخص هل بمثل السودان كله قوة في يد بتاع الشعب ما في كلام ثاني لازم يكون موحدة لازم يكون قوة واحدة ما يكون مشتت عشان ده يعو فكرة في راس بتاع صادق المهدي هو بيقول الجنوبيين ده والسودانيين عامة الناس ما بيوحدوا النوي براو الشيلو براو الجنجة براو اللاتوجة براو الباريا براو الزاندي براو البيجة براو المنو براو فهو بيستعمل القروش مع الاخوان المسلمين وغيره بيستعمل القروش عشان يفرتك الناس عشان يفرتك الناس انا عاوز نحكي لهم انه هم ما بوصل السلاح بتاعنا ده ما بفرتك سلاح ممكن يفرتك ناس في خرطوم لكن ما بفرتك عز فيها ليه عشان احنا ما محتاجين للقروش احنا اللي محتاجين للبلد ده ونحن حنشيل البلد ده ده هو كلام بتاعي لكم انتم تدربوا كويس لازم تدربوا كويس عشان تعرف شغل بتاع العسكرية تعرف شغل بتاع العسكرية تعرف الضبط وربط تعرف السلاح بتاعك عشان في الميدان انت الحياة بتاعك والحياة بتاع الحركة كله على السلاح ده فلازم تعرفه كويس تعرف كل الاجزاء تنظفه كويس تعرف يكون جزء بتاعك عشان يعوض السعادة في الميدان في ناس بيعلموه ار بي جي في ناس بيعلموه مدافع في كل ناس بيعلموه كلام الار بي جي ده بيضرب دبابة علموه كويس اللي انت اللي بيعلم ار بي جي ده عشان إذا دبابة جاء تضرب دبابة ده يعو سبب يعلمه انت الار بي جي وده يعو سبب بقدو الار بي جي في يد ذاك لكن في ناس يعلموا ار بي جي وكان شاب دبابة يقول اوه دبابة جاء وبجري بمس كده ده يعو سبب بتاع الار بي جي ده عشان تضربه ودبابة مش الدبابة يضرب الناس بتاعك نفس الشيء مع المدافع لازم تعلمه كويس نفس الشيء مع الحيوانات
نزلتين مع ناس بتاع مهندسين في عندي بيرسونال الماين بتاع القراع كان برجوازي ماشي كان انتو مشيتوا جوبا ولا واو ولا ملكال ولا خرطوم شلت عندي بيرسونال الماين بتاع الناس ده كنتوا في مصراع بتاع برجوازي كشو مصراع ذاته وكنت واير ورا كمان ورا المزرعة والمسكين بتاعنا اللي بيشيل جرد ده بيدوب ورا هناك وكل اللي بيشيل جرد البجي عشان يشيل الكلاشينكوف عشان يمنعوا كمان معاهم فانت معلم العسكرية ما فيه قبلية ما فيه عنصرية عنصرية بتاع دين ولا بتاع جلد ولا بتاع عرق لا سودان بتاع مساواة بتاع كفاء نحن بعين بس دول بيعملوا شنو الكفاء بتوع مثل القبيلة.